والآن ننقل لكم مباشرة كلمة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي السيد خالد الفالح، نتابع بأهم التصريحات التي سيدلي بها الآن. حكومة الجزائر يشكرون على هذا الجهد. الاجتماع أيضا ناجح من ناحية القرارات، اتفقنا أن نستمر في نفس المسار الذي قررنا عليه في شهر 6 من هذا العام في اجتماع فيينا، وهو أن نسعى للوصول إلى مستوى من الإنتاج يعني يعادل 100% من الالتزام. اقتربنا منه في شهر 7 وشهر 8 كان في تراجع قليل بسبب صيانة في كازاخستان، ولكن أتوقع سبتمبر أكتوبر سنكون قريبين من 100%، وبالتالي سيكون السوق متوازن وبيكون العرض والطلب متقاربين من بعض، والاستقرار اللي حصلنا عليه ولله الحمد من خلال جهد وتعاون الدول الأعضاء سيستمر باقي السنة. الأهم هو في 2019 وكيف نتعامل مع زيادة العرض من دول خارج الدول الشريكة في هذا الاتفاق، بحيث أنه إن شاء الله الاستقرار يستمر في إذن كما